الخميس اللي احنا عشناه الخميس 26 جانفي هذاك خميس اسود. اما اليوم بفضلكم انتوما بفضل العباد الكل ان شاء الله يولي خميس مشرق، ان شاء الله يولي خميس ابيض. وبابا الكلمه اللي كان يقولها لي وانا ما حققتهاش خاطر ما كملتش، انا ما مشيتش اللي نحب، ما عملتش اللي نحب، انا اخواتي ما كملوش بالكل. امي الارمله المناضله اللي نسميها الله يرحمها تعذبت علينا ياسر وتعبت علينا ياسر. كان يقول لي يا سعاد نحبك تقرا وتولي طبيبة وتداوي الناس بلاش ها؟ عمره ما قال لي باش انت تولي طبيبة وتخدم الناس الشعب بلاش. الله يرحمه. الله يرحمه. شكرا سعاد.